تعليق والله يا برهان هو فاهم اللعبه ومحمود ربي يهديه ويمشي القفال والله ويمشي ربي يهدي الجميع محركه التحرير بن سيد دقيقه تحبوا تنحيوه وديع تحبوا تنحيوه بس هو اللي تنحيوه خليه يغلط انت حتى هو كان بشغلة البارح ولات الغلطه انتوما تحتوا في بياج بتاع مش بياج وديع يا ولدي راهو الراجل عنده والله لا عندي بيه حتى ربع علق ونحكي يعني نحب الرياضه التونسيه وخاصه كره القدم تتفرهد يزيونها مع العركه ذي الراجل عنده دوسيات حاربوه 200 الف مليون واحد شيء ما عملوا لانه هو يحكي بدوسيات تو تجي البارح يخليه يلعب الماتش وخلي المتلوي ما تجيش حل الباب تلواش انت تطيح في بياج اللي عمله لك وديع على شيء حب وديع نحيوه خليه يغلط المنطق يقول لو وديع هو الرجل الافسد في تاريخ الكوره تي ما دوله تقدر تلقى لي بروف تقدر تلقى اذا كان تحكيوا فلوس